عاطفة. أنا يا كنسكن في الجهة ديال زويتينا، أنا كنبقى شاعلة بني في العمر ديالو 10 سنين. نهار الجمعة خرجنا هيثايا مع ديك 10:30 11 11:30 هيثايا الصباح، يعني اختفى ما عرفتيش من الطريق شبر. نمرة التليفون حافظة، يعني الدار كيعرفها، ما يمكنش يعني غبرة شي كامل. ما عندو حتى شي مشكل، يعني في الدار ما عندو حتى شي مشكل. كيقرا في المدرسة، عندو الثالث كيقرا في المدرسة. يعني كنسقسي دائما الأستاذ عليه، كيقول لي كيقرا مزيان، يعني هو بالسوايع كنزيد له السوايع. أنا ما قدرتش نعرف، أنا يعني كون كنعرفت شي حاجة لين هي السبب، ما نخرجش أنا نكون عارفة هو السبب. دابا المشكلة أنا ما عارفاش. أنا مشيت عملت محضر، مشيت عملت ورجعت لعندو كنسقسي، مشيت للقصر سولت، المهم سقسي كندور قهوة بقهوة، كندور المطاعم كلشي، يعني حتى شي واحد ما عطاني الناس عليه، ما جبرتوش برا العايل. الله يرحم لكم الوالدين ديالكم الا مشات شفتوا هاد العايل هذا في اي بلاصه، اتصلوا بيا، المهم اتصلوا بالشرطه، المهم اللي جبروا يبلغ بينا. الله يرحم لكم الوالدين ديالكم، جزاكم الله خيرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.